بسم الله الرحمن الرحيم فليأتها وفي رواية من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله راه مسلم وأما غير وليمة العرس فالمذهب أن الإجابة إليها مستحبة ثم إذا أوجبنا الإجابة فهي فرض عين على الراجح وقيل فرض كفاية ثم الإجابة حيث أوجبناها أو استحببناها إنما تجب أو تستحب بشروط، وهي معنى قول الشيخ إلا من عذر، أحدها أن يعم بدعوته جميع عشيرته أو جيرانه أو أهل جيرانه أو أهل حرفته، أغنياءهم وفقراءهم دون ما إذا خص الأغنياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر عام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها رواه مسلم الثاني أن يخصه بالدعوة بنفسه أو يبعث إليه شخصا أما إذا فتح باب داره وقال ليحضر من أراد أو يبعث شخصا ليحضر من أراد ليحضر من أراده أو قال لشخص أحضر وأحضر معك من شئت فلا تجب الإجابات ولا تستحب الثالث ألا يكون إحضاره لخوف منه لكونه من الظلمة أو أعوانهم أو كونه قاضي الظلمة أو أعوانه ونحو ذلك وألا يطمع في جاهه أو ليعاونه على ما طلب من باطل بل يكون للتقرب والتودد الرابع ألا يكون هناك من يتأذى به لحضوره لأنه لا يليق به مجالسته فإن كان فهو معذور في التخلف كأن يدعو السافلة وهو ذو شرف والسافلة أسقاط الناس كالسوقة كالسوقة والجلاوزة وهم رسل الظلمة وقضاة الرشي وَالْقَلَنْدَرِيَّةِ وفقراء الزوايا الذين يأتون ولا من دب ودرج من الْمُكْسَةِ وغيرهم من المكسات وغيرهم فإنهم أرذل الأراضل أرذل الأراضل ومثل ذلك وأشبهه وهو شيء لا يخفى ومن ذلك طالب علم يقصد بطلبه معرفة العلم لأجل حفظ شريعته ويدعو معه طلبة قد ظهر عليهم طلب العلم لأجل الدنيا والترفع على الأقران ونحو ذلك فهذا لا يجب عليه الحضور وكذلك أمر الصوفي الصادق في سلوكه لا يجب عليه فبشاشة ساتو رواه البخاري